انا فرحان برشا بالليفينمون هذا اللي تعبوا عليه وحضروا له توت ليكيب سبيس نت اي ان طون كو بريزيدون دو كونسيي دادمينستراسيون دو جروب كارفور انفورماتيك جو فودري سوليسيتي لي غانيون دو ليفينمون طلعني وربح ونحب نشكر زادا او ميم طون ميز انفيتي لي جاوني اليوم سبيسيالمون بور ديكوفرير اخر مخرج في الدومين هاي تيك وتعرف انتم اللي الجروب نتاعنا اللي ان بارتنير solide avec des grandes marques comme HP, Acer, Lenovo ainsi que Samsung ou Huawei. Après une longue expérience dans le domaine, après une étude effectuée par des spécialistes, nous on change le nom commercial, le nom de l'enseigne commerciale, Milliken Carrefour Informatique ou la SpaceNet. Allez. قررنا القرار هذا خاطر لقينا لي زيفور اللي نعملوا فيهم في الكوميونيكاسيون ولي زانفستيسمون اللي نحطوا فيهم ما احناش قاعدين معناها يرجعوا علينا 100% علاش خاطر الكليونات نتاعنا الكل كانوا يستخدموا الكوميونيكاسيون هذا عملتها ليبر ماركت كارفور اور الكوميونيكاسيون هذه عملتها كارفور انفورماتيك دونك ابري لونغ ديسكسيون افيك des spécialistes, قررنا باش نبدلو l'enseigne commerciale من Carrefour Informatique تولي SpaceNet. وهذا بالإعانة ديما نرجع les partenaires نتاعنا, les grandes enseignes موجودين في العالم كيما HP, Acer, Lenovo, Huawei ou Samsung. الحاجة الباهية في الشانجمون هذا أنه زدنا قوينا وحطينا les efforts ولي بيدجي اللي عندنا الكليكا حطيناهم في السيت او كوميرس spacenet.in والسيت هذايا الحاجه الباهيه نتاعنا انه توا ولينا معناها الكليون كي يعدي لا كوموند نتاعو 24 تكون عنده السلعه وينجم زادا حتى البيمون يسوغا على ليفريزون باش يثبت في الكونفورميتي نتاع البرودوي اللي عدى فيه الكوموند اذا كان ما عندوش الثقه ولا ما يعرفش ما شافش البرودوي معناها قدامه الحاجة الثانية الباز متاعنا متاع الكليونات متاعنا كبرت علاش كبرت على خاطر ولينا اللي بري نحطو فيهم دي بري اغريسيف ونجم مش نشكر لك رواحنا ولينا دي نحطو لي ميور بري اللي تحطو تو في المارشي ناسيونال معناها تلقى اقل بري تلقاه عند سبيس نت هذا البوان الثاني وديفرسيفيكاسيون البوان الثالث انه diversification des produits. Moi, je connais l'informatique, voilà, les smartphones, les meubles de bureau. Maintenant, on a diversifié la chaîne interne et l'enseigne commerciale interne.